قصف بالطيران المروحي على الأراضي الزراعية لمدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على الأراضي الزراعية لمدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. والدخان يتصاعد. 20/10/2014. طبعا النظام يستهدف الأراضي الزراعية ما بين قرية الصياد ومدينة كفر زيتا وأراضي الزراعية لمدينة اللطام. قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 20/10/2014. الطيران المروحي يقصف بالبراميل المتفجرة مدينة كفر زيتا بريف حماة. والدخان يتصاعد. 20/10/2014.